مرة غنوقف على الخشبة ديال البير جديد وديال الدكالة وداكشي، مي دوزت الحمد لله مهرجانات وداكشي، والله القسم من قلبي إلا فرحانة، وكنتمنى إن شاء الله يا ربي نكون نوصل للقلوب ونوصل لهم داكشي اللي بغاو، وكنحيي الناس الجديدة وأزمور والبير جديد وسيدي بوزيد وكلشي. كندير واحد المجهود كبير بصراحة في حقي، وانتم عارفين مصدر ديال العيش الانسان كتكون هاد الشهر، الشهور ديال الصيف هما اللي كيكون فيهم شويه ديال تنتحركوا حتى في الفصل ديال الشتاء، لكن الصيف تيكونوا اعراس مهرجانات. كنعرف كيفاش ندير، كنرتاح يومين كنعاود نخدم، هادشي اللي كاين. كنضرب الطرقان، كنسافر بزاف الحمد لله، ما درتش عمليات ولا شي حاجه. جات الوقت اللي يمكن الله بغاني نضعف، انا كنت ثقيله بزاف، وتبعت الريجيم ديالي وتبعت شويه سبور، ماشي سبور مي شويه بعدا، وهذا الشيء اللي كاين.